المسألة الثانية دار أعلق فيها مسألة رسائل من بلاغ الإزيرك. الإزيرك طبعا فتح بلاغ الأسبوع الفات، ونحن طبعا هو الموضوع مش موضوع مزمل ولا ما مزمل، فهمت؟ لأنه في النهاية نحن ما بنرتبط بشخص، أفهم المعلومة دي كويس. نحن دعوتنا ما بترتبط بشخص، وكلنا لو مشينا ربنا بيقيم للدعوة دي من ينصره ويفضح الإزيرك داخل بيته، فهمت؟ جوا بيتك بيفضح. طيب قام فتح بلاغ في المادة الأولى، كان محاضرة في اسمها شنو دي؟ في جبرة ورطبة مش اسمها شنو؟ الإزيرك، عن الإزيرك. والثاني، الثانية وين هي؟ أي ميم ثاني برضه في نفس الموضوع، فتح بلاغ قال نبذوني. ينبذوا لك شنو أنت؟ وأنت ذاته ما بقى فيك موضع للنبذ ذاته، موضع ينبذوه فيك ما في. طيب المسألة الأولى إنه ده يا إخواننا اعتراف من الصوفية والإزيرك بأنهم ما قادرين يناظروا. وشوف البلاغ ده بقى بعد يومين من مناظرة حامد بابكر، والإزيرك ده كان بيفتح للمسكين ذاك الكتب، للزول اللي عنده نفسيات ده، حامد زول عنده نفسيات بس، فهمت؟ كان بيفتح له الكتب، شاف إنه شيخه أخذ له صوت محترم جدا بفضل الله، ها؟ قال الشغلانية دي من ناحية علمية ما بنقدر عليها، أخير نقلبها معركة قانونية، ونحن أصلا ما بنفتح فيهم بلاغ، لأنه لو فتحنا البلاغ قضيتنا بتضيع، والله القضية كلها يقول لك أنا بس وتاني ما تنبذوا خلاص، وكتاب البرعي قاعد، لا أنا ما بفتح فيك بلاغ، أنا بنجمك بس، فهمت؟ بنجمك وافتح 700 بلاغ ما بتعمل لنا حاجة، ما في النهاية كان بالغ بدون قرشين كده تدفع وربنا يتقبل، فهمت؟ موضوع ده ماشي يا ود الحلال، ما بخليك، والله ما خليك تفتح بلاغ، ما بخليك، فهمت؟ طيب البلاغ بعدين شوف البلاغ، البلاغ ذاته عبارة عن قال إساءة شخصية له. أنت ما تقول بلاغ، البلاغ ده قول إنه الناس ديل نسبوا لكتب شيوخنا كلام ما قالوا أو عقائد ما قاعدين نقوله. يا أخي أنت زول فاتح لك القنوات تبرطع فيها زي ما داير، تبرطع فيها زي ما داير، أظن بيفتحوا لي الكاميرا ويمشوا ينوموا. بتاعت حسين خوجل ما أعرف ليه قناة النيل الأزرق، إذاعات كثيرة جدا بيفتحوها له. فده يدل أول حاجة على عجز هؤلاء الصوفية عن المواجهة العلمية. فمن هنا نحن بندعوك للمواجهة العلمية. أنتوا ما قادرين، ها؟ ما ضربتوا مهيوبة كويس، ما حفظتوا الشبه كويس، أضربوا للجفري، ها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. كلهم امشي ناديهم، نادي الجفري، نادي شيخك الباكستاني ذاك اسمه منو؟ الحقاني، ناظم الحقاني، فهمت؟ شيخك ذاك، جيبوا ناظر، جيب علوي المالكي، جيب السقاف، فهمت؟ جيب اي واحد من شيوخك الكبار، خلي الموضوع ده يتحسم، خلي السودانيين ديل يعرفوا الحاصل شنو. طيب المسألة الثانية إنه يا أخواننا الموضوع هو ما موضوع بتاع أسلوب، لأنه كل تركيزهم الآن بقى تركيز بتاع أسلوب. أنت ما ممكن تقنعني إنه زول أسلوبه سيء عشان كده الناس ملتفة حوله، أسلوبه سيء عشان كده الناس ملتفة حوله، فهمت؟ وإنه الكلام اللي بيقوله، الكلام اللي قاعد يقوله وينتقد فوقه ده، ده كله كلام جايبه من راسه، ده كلام ما صح يا أخي. أنا قاعد أجيب لك أدلة وآيات وأحاديث، ولا أنت تكون قاصد بالأسلوب إنه أنا ما أرفع صوتي، ما أرفع صوتي، إنه أتكلم بالراحة، وده أنا عندي على ودليل. أنت لو دارت تناقشني في الأسلوب تعال ناقش، مناقشك في الأسلوب، فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى يرد الحق، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها، فهمت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس على صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه مصبح منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ده من الدين إنه أنا أغضب فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وفيما يهتك، وفيما يهتك الإسلام والدين إنه أنا أغضب وأنا أتكلم بحرقة، ده من الدين. بعدين بعض الألفاظ الثانية دي ألفاظ بتاع الجرح وتعديل، ألفاظ بتاع الجرح وتعديل، لما أجي يقول حمار وكذا، ودي ألفاظ في النهاية شرعية. طيب ده كله أنتوا قلتوا نشتغل بالغرام مش؟ طيب يا الإزيرك أنا بقول لك حمار. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو؟
دي ما قاعده ما ايه قرانيه عظيمه، دي ايه قرانيه عظيمه، دي جبناها من وين نحن؟ ده كلامنا نحن. ربنا عز وجل قال: واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل شنو؟ الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فهمت؟ وادله كثيره جدا. الامام الذهبي يقول لك: وهؤلاء دخلاء على المنهج السلفي. انت بتعرف ان المنهج السلفي شنو؟ يقول لك طبعا: وقد قال الامام الذهبي: ولو ان كل امام اخطا ما اعرف حملناه كده ما بغي لنا امام. طيب الامام الذهبي ما قال؟ قال: اذا اديت زول دليل وما قبله قال: فاخنقه وارمي على الارض وابرك على صدره واقرا عليه ايه الكرسي. ده انا عملتها لك الهواري، انا عملت لك الموضوع ده الهواري، حصل بركته في صدرك ما حصل. فما تقعد تتكلم، دي هذول اساليب بتاع الجرح والتعديل. فهمت؟ دي الفاظ المقصود منها الذم. بعدين نحن الالفاظ بتاعتنا دي المجتمع ده بيصورها لك، المجتمع المنحرف ده من دعاة تاعت انصار سنه وغيره بيصورها لك انه نحن بنقولها لاي زول واي صوفي. لا، نحن ما قاعدين نقولها الا لمن يستحق، وما قاعدين نخاطب بها الا الدعاة للبدعه والضلال. فهمت؟ ده منهج مؤصل، عارفينه ترى تراجع كتب العلامه الشيخ ربيع وغيره من العلماء، بنقول للزول اللي بيستحق. فهمت؟ عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما في الشده قيل له: قد تكلم في القدر، قال: وقد فعلوها. قال: لئن اريتني احدهم لاطعنن باصبعي هاتين في عينيه. فهمت؟ ده الاسلوب بتاع السلف وحاجات كثيره. الامام ابن خزيمه قال: من قال أن الله ليس في السماء، أو من قال لا أعرف أن الله في السماء، قال: تضرب عنقه ولا يدفن حتى لا يتأذى منه المسلمون وأهل الذمة. قال النصارى ذاته عشان ما يتأذوا منه. ده كلام شديد جدا للسلف. فهمت؟ كلام قوي جدا. فهمت؟ ده غير أحاديث أمصص بظر اللات. فهمت؟ ومن رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ به. احنا لسه في أدلة ذات ملكلكين فوقها. أن احنا لو بنشتغل بالأدلة دي، ناس المركز العام مشوا للترابي، والعمل صيوان برضو لما مات الرئيس بتاعهم السابق كان مشينا قلنا لهم الكلام ده، والله كان أقول له امصص بزر أبيك ولا أي حاجة. فهمت؟ لكن ما قاعدين نقول لك، دي لسه مسائل علمية نحن ما قلنا لك. فنحن الكلام ده قاعدين نخاطب به وأئمة بتاعين ضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام، شوف انت ما تتكلم لي عن الأسلوب، انت الهواري لو نجيط ولا غيرك، تعال امشي قناتك بتاعت نور دي، اتحداك يا اخي. انت الى الان كتاب التوحيد ما شرحت، الى الان كتاب التوحيد ما شرحت. فهمت؟ ما شرحت الأصول الثلاثة، ما تكلمت عن آيات في التوحيد بكلام مفصل يعرف الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في التوحيد ويبين في التوحيد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كلاما يفهمه أبلد الناس. فصل. الآن لذلك ده ما جاب اسم هواري ولا جاب اسم غيره، لكن بيتكلم عن المسائل بتاعت العقيدة وينقضها. فهمت؟ أنت تعال اتكلم عن الشرك وأنقضه بالأدلة وبكلام السلف وأفتح التفاسير. فهمت؟ فالناس ما يقعد يتكلموا. الهواري بعد المناظرة انتهت قال: تبين لي أن معرف لذلك انسان ما عرف سيء الخلق. يا اخي انت موهوم ولا شنو؟ انت شنو الزنانه بتاعت الخلق الجاياك؟ ويتبين لك بعد ما تبرك من المناظره يعني؟ انت خاش المناظره ساي؟ عشان كده اخواننا جزاهم الله خير، عشان تعرف الزول الصلفي النجيض من بيتلولو، اخواننا جزاهم الله خير عارفين شايلين الكتب. بيان تلبيس الجامعه يقول حامد شايل له شيت بتاع السقاف، مصور ذاته ومجلده في العربي هنا، والجلاد بتاعه وقع وجاب له بتاع دفتر الظهري، انا شفته في الفيديو. فهمت؟ وبيتكلم تلبيس الجامعه الكتاب بيمرق له، الكتاب بشحمه ولحمه. فهمت؟ بيقول الفتاوى بيمرقوها له، بيقول الكتاب ده حق ابن تيميه بيقول له جيبه، صح؟ بيقول له جيبه. فهمت؟ لانه دي المناظره كده. طيب المساله من المسائل المهمه برضه يا اخواننا، انه المساله ما مساله داعيه من الدعاة، ما مساله داعيه من الدعاة انه فلان قبضوه او فلان فتحوا فيه بلاغ. ودي برضه رساله مفروض يفهمها لذلك. انت لو شيخ مزمل ده مشيت عملته شيء في الزريبه، انت قال الموضوع ده انتهى؟ الموضوع ده ما بينتهي، تفتح 700 بلاغ والله كلنا نخش السجن، لكن القضيه ما نخليها.
القضية دي ما بنخليها أصل. والكفر والإلحاد وعبادة العباد، مش ده اسم المادة الفتحها، وعبادة العباد نشرتها يا الإزيرك ما بنخليها لك، والله ما نخليها لك، فهمت؟ فالقضية ما قضية بني آدم أو زول معين، القضية دي قضية المسلمين كلهم، كل المسلمين دي قضيتهم يدافع عنها، فهمت؟ طيب برضو من النقاط المهمة يا أخوان الناس ينتبه لها، إنه الشغل بتاع الادعايات والوشايات ده ما شيء جديد، والشكاية إلى السلطان كده، يرفع الكتاب ده، والشكاية إلى السلطان ده ما شغل جديد، شغل ده شغل قديم جدا. أي داعية بتاع باطل ما قدر يواجه للحق، كما قال ابن القيم: ودع الشكاوى حيلة النسوان. خليك من الشكاوى لزيرك، عندك كم غنى؟ عندك قناة الخضراء، عندك قناة ساهور، عندك قناة مش الكوثر ولا يسمى شنو؟ هاي أم درمان والكوثر وغيرها من القنوات، تعال اعمل معنا مناظرات في الموضوع ده، مناظرات في شنو؟ تعال نوريك. طيب صفحة 66 وانت ماشي لقدام، عشان كده لزيرك داري قليبة بلاغات، ما بتقدر تناظر، تقدر تدافع عن ده؟ ده رايك فوق شنو؟ دار الكتب العلمية محمد علي بيضون، فهمت؟ وبيروت لبنان، وفيه صندوق بريد ورقم الشارع، فهمت؟ وجزمة المؤلف ذاته يمكن تلقاه مصورة، كله قاعد. تفتح بلاغة على شنو؟ انت ما تجي تواجه. طيب صفحة 66 وانت ماشي لقدام، قال: وهو يتهم الخالق تبارك وتعالى، ده شيخه محي الدين ابن عربي، الكتاب ده اشتريناه من الدار السودانية للكتب، وهذه لها الفواتير قاعدة تحت، فاتورة قاعدة. طيب قال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم، ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها وكلها حق له؟ قال ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى ويظهر بصفات النقص والذم، ها رأيك شنو؟ ربنا قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، ربنا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب بأصل ليك لمسألة، إنه طبعا في نوع من الصوفية عندهم حاجة اسمها الحلول والاتحاد، وفي واحد ما عارف، المهم عندهم عقائد كثيرة، دي فرق من عقيدة وحدة الوجود. الحلول والاتحاد إنه زول واحد اللي بيبقى صالح ده اللي بيتحد مع الله، أما عقيدة محي الدين ابن عربي بيعتبر إنه كل ما في الكون هو الله، كل ما في الكون، وبيرى ناس الحلول والاتحاد اللي بيفرقوا بين الخالق والمخلوق بيراهم مشركين ذاتهم. أسمع الكلام، كلام كثير جدا. قال: فإن ثبت أن الوجود للحق لا لك، فالحكم لك بلا شك في وجود الحق، اللي بيتكلم عن الإنسان، فهمت؟ وإن ثبت أنك الموجود فالحكم لك بلا شك، وإن كان الحاكم، مش قاصد به الحاكم الرئيس يعني، فهمت؟ وإن كان الحاكم الحق فليس له إلا إفاضة الوجود عليك، والحكم لك عليك، فلا تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك، وما يبقى للحق إلا حمد إفاضة الوجود، لأن ذلك له لا لك، يعني ربنا ما عنده حاجة إلا إنه أوجدك، فأنت غذاؤه بالأحكام وهو غذاؤك بالوجود، يعني معناه ربنا محتاج لك بشنو؟ بالأحكام. فتعين عليه ما تعين عليك، فالأمر منه إليك ومنك إليه، وربنا قال: قل إن الأمر كله لله. قال: غير أنك، الفرق الوحيد قال بينك وبين الله شنو؟ قال: غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا اسم مفعول، يعني دي ذاتها عبارة عن ألفاظ بس عشان أفهمكم، فهمت؟ لكن ما اسم مفعول، يعني أنت ما مكلف، يعني الله الكلفك، يعني أنت واقع مفعول به، أنت المكلف. بعد ذلك قام أنشد أبيات شعر، قال: فيحمدني وأحمده، الله بيحمدني وأنا بحمد الله، ويعبدني وأعبده، ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده. مرة أنا أبقى شيوعي ومرة أقول الله فيه، تقدر تناظر في ده؟ تقدر تناظر في ده يا الإزيرك؟ طيب قال: فيعرفني وأنكره. يا زول أسي أنت، لو أنا بعرفك لي 4 سنة وعرفتك وأنكرتني مش بديك كف؟ الكلام ده كيف؟ ده في ذات الله سبحانه وتعالى،
قال فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده فإني بالغنى وأنا أساعده وأسعده. قال أنا بساعد الله. قال لذاك الحق أوجدني فأعلمه فأوجده بذا جاء الحديث لنا وحقق في مقصده. طيب طيب تاني أديك 69 أو 73. قال ولقد نبهنا. قام رد على أبو يزيد البسطامي رد عليه بعدها قال ولقد نبهنا على هذا المقام بقولنا يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع. مش بيقول لك التجسيم وما التجسيم، هذا ليه دعين شيخك محي الدين ابن عربي. قال أنت لما تخلقه جامع، يعني كلنا نحن قاعدين جوا الله، ده ما كلام. قال تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع. تقدر تجيب دليل أنه من أسماء الله الضيق؟ ها الكفر ده بتقدر تدافع عنه؟ تقدر تدافع عنه يا ليزيري؟ صفحة كم؟ 73. قال لو أنما قد خلق الله ما لاح بقلبه فجر الساطع إلى نهاية كلامه. صفحة 79 ده كله كلام كفر كثير، ولسه كلام البرع كنا دارين نتكلم عنه. قال فلا تنظر إلى الحق وتعريه عن الخلق، يعني ربنا ما بيتعرى عن الخلق، ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحق، ونزهه وشبهه وقم في مقعد الصدق، وقم في الجمع إن شئت وإن شئت ففي الفرق. إلى أن قال فلا تفنى ولا تبقى ولا تفني ولا تبقي ولا يلقى عليك الوحي في غير ولا تلقي. طيب بيقوم بصحح عقيدة فرعون صفحة 200. ده ابن عربي، ده شيخ الصوفية، عشان كده ما بيقدر يناظر. تقدر تناظر يا ليزيري؟ ها بلاغات ما بتحلك والله. نحن ناجر لك قاعة، فهمت؟ داير نعملها لك في أي محلة بنعملها لك، فهمت؟ ونقعد نناظرك ونبين للناس عوارك، ولو دايرة سلسلة بتاعت مناظرات برضو ما في مشكلة. كل يوم نمسك لنا موضوع من الموضوعات اللي انت بتعبد فوقه العباد للعباد، ونقوم نوري الناس الحاصل شو. طيب الصفحة، في الصفحة في قولي بعد ما جاب الآيات من سورة الشعراء وغافر، قال فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ده في سورة يونس، على التيقن بالنجاة فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه، بيتكلم عن فرعون، ونجى بدنه كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني فرعون عند الصوفية شنو؟ ها ناجي ما هالي، إلى أن يقول لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه احتجب، فظهر بالصورة المعهودة ميتا ليعلم أنه هو، فقد عمته النجاة حسا ومعنا، يعني نجا شنو؟ حسا ومعنا. ومن حقت عليه كلمة العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية حتى يروا العذاب الأليم أي يذوقوا العذاب الأخروي. وذاك طبعا تفسير باطل. قال فخرج فرعون من هذا الصنف، هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن. وقبلها بصفحة قال ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف وإن جار في العرف الناموسي، يعني في القرآن صحيح فرعون كان مجرم وكذا، لكن هو كان صاحب الوقت، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه، يا أخوانا السحرة عرفوا صدق فرعون ولا كذبوا؟ ها قال ولما عرفت السحرة صدقه فيما قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا فاقض ما أنت قاض يا زول. قال السحرة قال له سوي الدائرة، طبعا انت الله سوي الدائرة. قال فالدولة لك، فصح قوله أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق فالصورة لفرعون، فهمت؟ ما بتقدر تناظر يا ليزيري إلا تفتح بلاغات، وإلا تستعين بصديق مخزلاتي كالهواري يجي ينبذنا لك، لأنهم ديلك دارين نازل هواري ناظرهم، وداك يجي يمرك كتاب طبقات والضيف الله. هل هذا الكتاب كتابكم؟ لا، هذا الكتاب ليس بكتابنا. مناظرة انتهت، ده دي مناظرة لك
دي مناظرة لك ورغم الإداء ده عمل لك لشنا هواري الدكتور المدرس بجامعة القرآن الكريم كلية الشريعة والقانون. يا زول انت ما فاهم حاجة، رغم الإداء ده ورع عشان تكتفي وتلفون بتاع طالب لشنا يعني، فهمت؟ فديل يا أخواننا ديل الناس بيخذلوا المنهج السلفي، يخذلوا المنهج السلفي. فعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبروا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النصر مع شنو؟ مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسر. وربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا شنو؟ جاءهم نصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام ضيق عليه، ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهمت؟ فنحن بنتحدى الصوفية بتاع الصوفية ديل في الكفر بتاعهم والضلال بتاعهم، فهمت؟ ولا نحكم على إنسان بنار، فهمت أخونا قبيل؟ النبي جزاه الله خير تكلم وما وكلامه إنه ما ديل في النار، دي آيات عامة، لكن بيقول لك الزول ده إذا مات بيمشي جهنم، طريقته دي الإزارك إذا مت بعقيدتك دي بتمشي جهنم، وأي واحد يموت على هذه الطرق الصوفية بعقائدها والله يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا، لأنه ده الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كل مكان بإذن الله نحن حنحرج الصوفية ونطلب منهم مناظرة، مناظرة علنية، وأن يحشر الناس ضحى، ها فهمت؟ ونقترع عليهم أن يؤجلوا الحوليات، وأن يؤجلوا النوبات، وأن يؤجلوا الطارات، وأن يؤجلوا كل هذه الأمور الباطلة ليوم يحشر فيه الناس، ونحن نجي بالكتب وانتوا تعالوا بالكتب، والناس تجي بوسائل الإعلام، وبعد ذاك نشوف اللي بيحصل شنو. أما الزوغانات والبلاغات ما بتحل لك، والله سيك سيك معلق فيك، قدر ما تفتح بلاغ قدر ما تفتح بلاغ نحن بنشتري كتب وبنفتحها، كل مرة نفتح لك باب جديد بإذن الله. جزاكم الله خير والسلام. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.